رسالة إلى السيد محمد الشاع السوداني المحترم، رسالة من مواطن عراقي، أتمنى تسمع هاي الرسالة. أول شغلة أتمنى منع استيراد الدراجات النارية إلى العراق، لأن سيد الرئيس جاي نشوف بالشارع دراجة لا رقم لا لايت، دراجة مصلخة مجرد تايرات وشخص صاعد عليها، ما تعرف بيها رقم ما بيها رقم، عنده شي وياك، اتعدى عليك، اتجاوز عليك، خلص حياتك، ماكو شي مستمسك انت تعرف هاي الدراجة المن. ثاني شي الدراجات صايرة بكثرة، وجاي نشوف آلاف وهواي ناس عمليات سرقة، عمليات تخليص، عمليات ثارات، كله يجيك بدراجة وما تحس روحك إلا أنت سلم لي صاعد للسماء السابعة، ما تعرف أنت حياتك وين. يعني أنت اليوم بمجتمع يعني تقول لي يا بتاع الرقم دراجة يجي يسب ويغلط، أنا دفعت 300 وكذا، وكل من حاط الحلو مالته وكذا. أتمنى توقفون الدراجات النارية، لأن عمي راح تدمرنا. عمي اليوم العدة دقة عشائرية، حاط له اثنين بالدراجة وراحوا دقوا العالم ورجعوا. فأتمنى هاي الرسالة توصل، لأن والله العظيم جاي نشوف هواية أشياء، وخصوصا بسبب الدراجات. جزء هواية على باب الله على راسي، بس عمي اللي مو على باب الله واللي يدورون مشاكل هواية، وشوفوا دراجات مصلخة، وين شايفة شيء دجاجة على طهوة، والله ما أدري يا أخوانا، مصيبة. وأتمنى توصل هاي الرسالة، أتمنى توصل وما أريد أشوف دراجات. عمي خلي العالم تروح تجي باسكلات أفضل، على قد باسكل تكضى دراجة وين تكضى، فدي أروح على الكمالي. أتمنى توصل هاي الرسالة.